السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات رمضان زمان. موضوع هذه الحلقة عن ليلة القدر في الماضي. ضيفنا لهذه الحلقة اليوم غريب بن عامر الشكيلي. أهلا وسهلا بك يا أخ غريب. أهلا بك ورحمة الله. وصلت عندنا وعلوم ما جبت أخبار. عساك الخير. الحمد لله. يا اهلا وسهلا تسلم. ماشي الا خير. ما جبت شيء بالاخبار. ماشي اخبار الحمد لله. لا اخبار بخير بوجود عن صاحب الجلاله. الحمد لله ماشي اخبار. الحمد لله هذا هو الاخبار. يا اهلا وسهلا بيك. الله فيك. انا اسالك عن ليله القدر في الماضي، كيف الاهتمام يعني فيها؟ كيف يهتموا فيها؟ او يعني لها عاده شيء يعني كانت في الماضي؟ والله بالنسبه لليله القدر ما اعتقد ان شيء يعني عاده معينه معنا يحدث يعني ليلة القدر، بس الاهتمام مثل ما قلت فكان يتذاكروها بأن تكون في يوم معين كذا، وهذا اللي أكثر اللي نعرف عنه، لكن حاجة مثلا كاحتفال أو كذا ماشي. ما في تجمع عشان يقرأوا القرآن أو يعني كذا، يعني في عادة يعني تذكرها؟ نعرف أن دائما يكون اهتمامهم بأن هذه، وخاصة ليلة 27 الأغلبيتهم يقولوا أن هذه لها أيام محددة في شهر رمضان، يتوقعوها أن تكون 27 الأكثر كذا يعني، يعني بشيء محدد يعني بتحديدهم بس. أيوة نفس أيوة نفسهم. أيوة أيوة يعني ليلة واحدة. أيوة ليلة واحدة بس في الشهر. لا ما ليلة واحدة، هو تراك الأوتار. هي في ذاك يدورها من الأوتار من 21 إلى 29، لكن على حسب مفهومنا السابق أغلبيتهم يركزوا على 27 يعني أكثر من غيرها، يعني هي تبدي من في الأوتار 21 23 25 27 29. في أمل منهم ينتظروا يعني في الليل لآخر الليل أو كذا يعني يقرأ قرآن، أو يعني مثل يتجمعوا مجموعة عشان يعني يبوا يعرفوا ليلة القدر إيش يعني، كيف يحدث وإيش يعني يصير كذا؟ طبعا طبعا يعني هذا ما يكون مجموع، في بعض الأشخاص يعني يفكر فيها ويحاول إنه يكون يترصدها مثل ما تقول. نعم زين، وبعضهم يقول هي مو شكلها، هي شكلها كذا ولا كذا. بعضهم يقول إن شيء ينتكس النخل تصير فوق. سبحان سبحان الله سبحان الله. أيوة. يعني مفهوم قد نعم. يعني أقد فهمتهم يعني في الماضي في ذاك الوقت يعني. زين لكنه نعم. هي هذه كذاك، وهي قيل أن بتكون بالطريقة غير هذه يعني تتنزل فيها الوحي. نعم. لكن ما شيء تغير كنخل بدلا أو ك. لا هو ترى شوف على حسب عادة الوقت يعني والزمن، الناس اللي كانوا يعني موجودين يعني تفكيرهم. نعم. تفكيرهم كذا بس. أيوة هذا التفكير. أن الثقافة شوية ما ذاك المستوى يعني، تعرف إن بالمنحصرة. ما مثل وقتنا هذا الحين تسمع المحاضرات تسمع كذا تروح تحاضر، يعني أنت في منطقة معينة. نعم. تعيش في المنطقة هذه، عسى أن يكون حد هناك من الناس الفاهمين نعم. تلقى في منطقة تختلف عن منطقة أخرى يعني. فعلا على صح. حسب الشخص البيئة المكان نعم. اللي بيعطي يعني الإفادة للآخرين. نعم. جزاك الله خير. طيب يعني كيف بعد الأيام يعني تبقى يعني عندهم حواس يعني إلا الأيام هذه؟ لا يعني بذكرتها أنت يعني إنهم تجي ليلة القدر، والله يعني ينتهي يعني كأنه تفكيرهم إنها تجي ليلة القدر مرة ثانية يعني. هي تو انتقلت يعني عبارة من 21 إلى 29. يعني من وصل 29 عندهم تفكير ثاني انهم يعني الوقت بعده يزيد او ينقص؟ لا ما سمعت هذا. سبحان الله. يكون التركيز على الايام هذه اللي هي
الايام غير الزوجيه، يعني الايام زي ما يكون الاوتار. اوتار صحيح. اي الاوتار نعم. من الشهر او العشر، في العشر الاواخر. العشر الاواخر، هو اكثر يقولوا في العشر الاواخر. العشر الاواخر. نعم. ما سمعت حد يتكلم عن مثلا 15 ولا كذا. لا، فدائما يتكلموا من العشرين وفوق، يعني 21 وتتاسع. صحيح. ايوه. صحيح. فيلتمسوها في هذا الوقت. التماس زي ما يقولوا يعني. نعم. والعلم عند الله. إنزين، كيف الأولاد معكم؟ يعني كان أو تحفظ أنت أو خبروك يعني أهلك، يعني من سن كم يعني يصوموا شهر رمضان؟ نعم، في شهر رمضان أنا أعرف في ذاك الوقت الأولاد بنفسهم يتسابقوا إن يكونوا يصوموا، يعني نعم. هم اللي يتكلموا عند أبيها أنا أصوم، يقول له فلان أنت بعدك صغير، يقول لا. بس ربما يكون أصوم. هو ما عارف يعني قوانين يعني. أيوة. الصيام لا. أو عاداته أو كذا، أو يعني اللي هو يعني قصده، ما عارف انه القصد يعني كامو. والله انا هل هو اكثر هالحين؟ والله كان في الماضي اكثر. انا صراحه ما كنت اعرف عن هذه الاشياء يعني، بس انا حاولت بنفسي اني اعتكف. لاحظت الناس، انا ما فكر الناس انه كذا، لكن بنفسي اعتكفت هنا. نعم. شفت الناس كيف يقبالهم على هذه الاشياء. على الاعتكاف، يقرأ القرآن، ويقرأ القرآن، يتجمعوا في المساجد، على القيام باستمرار، قيام الليل. نعم. وهم في القرآن وهم في الصلاة وكذا وأشبه ذلك يعني. أيوه الحمد لله يعني. في تقدم شوي يعني، في بدل الأول يعني. يعني في تقدم الآن عن الحاضر، يعني عن الماضي في الحاضر. لأن الماضي زي ما قلت لك قليلة يعني، عدد معين. نعم. لكن في ذا الوقت الحمد لله يتزايد الإقبال على القيام وعلى الاعتكاف وعلى المكوث الليل، بعضهم الليل طوال الليل هم وقراءة القرآن. أيوة. جزاك الله خير. إيش يعني من نصيحة الآن تقدمها يعني هالشباب اللي تو يعني ليلة القدر؟ والله النصيحة بالنسبة للشباب، محتاجين نصيحة يعني فعلا، يعني محتاجين الشباب جزاهم الله خير. ترك مثلا اللعب والأشياء هذه، اللعب في وقت معين مثلا، والباقي رجعوا إلى الله، رجعوا إلى القرآن، رجعوا إلى الصلوات. مع الأسف الشديد الناس بتمسك طول الليل على التلفون وهذا، فهذا شيء ما يستحب يعني. فجزاهم الله خير، نرجو من الله ومنهم إن يكون يفكروا في الآخرة، يفكروا في كيف يعني لما الإنسان يقوم الليل، سواء في القرآن أو سواء في الصلاة أو سواء في الدعاء أو سواء في ذا، ويتركوا المسلسلات وأشباه. لعب الكورة. هي والكورة. نعم. شكرا لأخ غريب على استضافتك اليوم في هذه الحلقة، بارك الله فيك وتشكر، وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.